بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأساتذة الكرام، الأبناء الأعزاء، الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا بمناسبة بدء العام الدراسي والجامعي الجديد 2023/2024 أن نبعث لكم بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات بأن يكون عاما سعيدا مباركا مثمرا مكللا بافضل النتائج باذن الله تعالى. معربين عن شكرنا للجهود التي يبذلها الجميع من مسؤولين واساتذه ومعلمين وطلبه واولياء امور لانجاح العوده المدرسيه والجامعيه والسعي الدؤوب للارتقاء بالمسيره التعليميه والاكاديميه لتحقيق افضل المخرجات التعليميه لمواكبه مستجدات سوق العمل ولاعداد الطلبه علميا وسلوكيا وقيميا وتعزيز انتمائهم الوطني الابناء الاعزاء المربون المحترمون انما تحقق من نتائج ايجابيه في المسيره التعليميه من تفوق مستمر لابناء البحرين كافه وتميزهم في مختلف المجالات والميادين على الصعيدين المحلي والخارجي لدليل ساطع وواضح على تطور التعليم في بلدنا العزيز، والذي نتطلع دوما الى ان يواكب التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم، وذلك بفضل ما توفره له حكومه مملكه البحرين برئاسه الابن البار صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهذا محل تقديرنا واعتزازنا. مؤكدين بان اهتمامنا المستمر بالتعليم نابع من القناعه الراسخه والثابته بانه يضطلع بدور اساسي في التنميه المستدامه فالذين هم اليوم على المقاعد الدراسيه سيكونون عماد التنميه مستقبلا مؤكدين دعمنا واهتمامنا بالتعليم ومتطلعين دائما الى تكاتف الجميع في ظل روح الاسره البحرينيه الواحده للوصول الى الاهداف المرجوه التي ستسهم بعون الله تعالى في رفعه مملكه البحرين وتقدمها والله ولي التوفيق والنجاح